التواصل يستمر ونحن متواصلون مع حضراتكم. انطلاقات الأشواط، شوط ينتهي وشوط يبدأ بأثار أخرى ليحمل لنا هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع الجميل والرائع في أرضية هذا الميدان. سادس الأشواط يحمل الجعدان الحقائق في هذا الانطلاق والاندفاع، 3 كيلومترات في هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع الجميل والانطلاق الرائع. نسير مع المركز الأول مع الانطلاق الأول، هذا شاهين يوسف بن هاشل بن سعيد البويقيات بالمركز الأول، يليف المركز الثاني مخيف مخيف عبيد بن سعيد بن عبيد بن خليف الحميري في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع على المركز الثالث. نتقدم في المركز الثالث الدرع عبد الله بن محمد بن مرزوق الحلامي ياتي على المركز الثالث. المركز الرابع هذا مشغل في المركز الرابع، علي بن صالح بن مسعود المري يتقدم على ثالث المراكز. المركز الرابع من الجانب الاخر، شوف اللي تدخل هذا وليف، وليف علي بن فايل بن حمد الزرعي يتقدم مع وليف. المركز السادس، سادس المراكز، والم، والم سعيد بن نايع بن سالم النعيمي. المركز السابع اشوف الانطلاق وصل مبسوط، سيف بن مايد بن سيف بن محمد السويدي يقدم مبسوط. المركز الثامن، المركز الثامن ربدان راشد بن عامر بن دعفوس المنصوري. والمركز التاسع شوف اللي وصل، الشهم حارب بن جمعة بن صبيح الفلاسي. والمركز العاشر هذا هو الشقب، الشقب مبارك بن سيب بن محمد بالشدي المنصوري. هذه الانطلاقة، هذه الانطلاقة في هذا الاندفاع، هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة. ميداني دستور، ميداني دستور الذي يحتضن سن الحقائق والثلاثة كيلومترات في المرموم وكل الانطلاقات في كل الميادين في كل التحديات. في هذه الانطلاقة عوده إلى المركز الأول، عوده إلى الدرع عبد الله بن محمد بن مرزوق الحلامي ياتي بالمقدمة، يندفع بالمركز الأول، يسيطر على الجعدان بجدارة. يليف المركز الثاني شاهين، شاهين يوسف بن هاشل بن سعيد البويقي ياتي في المركز الثاني يندفع بهذه الانطلاقات. والم الثالث سعيد بن نايع بن سالم النعيمي، ولكن شوف اللي وصل، هذا اسم جديد، اول ندى الباهر، الباهر حمد بن سالم بن جابر الوهيبي يتقدم في هذه اللحظة. وشوف دخول كذلك من هملول، سيف بن خلفان بن ثعيلب الهاجري، الهاجري كذلك اول ندى في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق. ثمين وصل، ثمين عمر بن نايع بن سالم بالشاوية الاغفلي، وهذا ياتي ربدان راشد بن عامر بن دعفوس المنصوري. والعودة إلى المراكز الأولى، العودة إلى اللي مسيطر وصامد، صامد الدرع، الدرع الدرع عبد الله بن محمد بن مرزوق الحلامي على مقدمة الشوط. ولكن تدخل مكلف، مكلف عبد الله بن حمد بن سعيد الهاشمي غير الأمور كلها. انطلق الهاشمي إلى المقدمة، راح الهاشمي على المركز الأول. هناك سلام للسلطنة، سلام، سلام على هذا الفوز، أشكرك يا الهاشمي. مكلف، كلف بهذه المهمة وانتزع الناموس. عبد الله بن حمد بن سعيد الهاشمي يندفع بالمركز الأول، ينطلق بالمقدمة في الأمتار الأخيرة. المركز الثاني ثمين عمر بن نايع بن سالم بشاوي، ولكن الهاشمي، الهاشمي خلاص، سلام السلطنة، سلام على الفوز بالمركز الأول. عبد الله بن حمد بن سعيد الهاشمي المركز الثاني، المركز الثاني ثمين لعمر بن نايع بشاوي الغفلي. والمركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء، فهد بن سعيد بن سليم الجحافي. والمركز الرابع من وصل فيه مشاهدينا الاعزاء عبد الله بن حمد بن مرزوق الحلامي. الخامس
رقم واحد اللي هو لراشد بن عامر بن دعفوس. عودي إلى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام في مسار هذا الشوط وانطلاقاته وتحدياته. 4:29 وجزئين من الثانية. سلام وتحية لمالك مكلف اللي هو عبد الله بن حمد بن سعيد الهاشمي. المركز الثاني 4:29.6 من الثانية. ثمين لعمر بن نايع بالشاوي الغفلي حل في المركز الثاني بجدار واداء جميل. المركز الثالث 4:30 بالوفاء والتمام. هذا اللي وصل مغادر، هذا مغادر.